بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم قال تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وكلنا الذين أوتوا الكتاب كتبنا بمعنى الكتب من قبلكم أي يهود النصارى وإياكم يعني يا أهل القرآن أن اتقوا الله يعني بأن اتقوا الله خافوا عقابه بأن تطيعوه وإن تكفروا يعني وقلنا لهم ولكم إن تكفروا بما يخصيكم به فإن الله فإن لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعليما فلا يضره كفركم وكان الله غنيا أي عن خلقه وعبادتهم حبيبا أي محبوبا في سمعه بهم ولله ما في السماوات وما في الأرض قرره ترتيبا لتقرير موجب التقوى وكفى بالله وكيلا اي شهيدا لان ما فيهما له ان يشا يظهركم ايها الناس يعني يا ايها الناس وياتي باخرين اي بدلكم وكان الله على ذلك قديرا ثم قال تبارك وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا يعني من كان يريد بعمله ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره لمن اراده لا عند غيره فلما يطلب احدكم الاخف والا طلب الاعلى باخلاص له حيث كان مطلبه لا يوجد الا عنده وكان الله سميعا بصيرا ويعني هذا اخر كلام الامام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الايات هو الحديث هنا يعني في يلفت النظر في هذه الجملة من الآيات يقول تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وكلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ذكره ثالثا إما لتقرير كونه تعالى غنيا حميدا فإن جميع المخلوقات تدل بحاجتها على غناه وبما أفاد عليها من النجوم وأنواع الحقائق والكفارات على كونه حميدا وإما تمهيدا لناحقة من التربية وهو بيان قوله تعالى قادرا على جميع المقدورات أي له سبحانه ما فيهما من الخلائق خلقا وملكا فهو قادر على الإسماء والإيجاد فإن عصيتموه أيها الناس فهو قادر على إعجابكم وإسمائكم بالكلية وعلى أن يوجد قوما آخرين يفتخرون بعبادته وتعظيمه فذكر هذه الكلمات في هذا المقام ثلاث مرات لتقرير ثلاثة أمور في سياقها كما بينا فقال الرازي إذا كان الدليل الواحد دليلا على مجموعات كثيرة فإنه يحسن ذكر ذلك الدليل ليستدل به على أحد تلك المدلولات ثم ينكر مرة أخرى ليستدل به على الثاني ثم ثالثا ليستدل به على المدلول الثالث وهذه الإعادة أحسن وأولى من الاكتفاء بذكر الدليل مرة واحدة لأن عند إعادة ذكر الدليل يكثر في الذهن ما يوجد العلم بالمدلول فكان العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى وأولى فنهر أن هذا التكثير في غاية الحكم والكمال وأيضا فإذا أعدته ثلاث مرات وقرأت عليه في كل مرة إثبات صفة أخرى من صفات جلال الله تنبه الذهن حينئذ لكون تخليق السماوات والأرض دالا على أسرار شريفة ومطالب جليلة لأن كلما ذكرت هذا الجزء من الآية احتفى بذكر صفات الله عز وجل غير الثلاث أخرى ففي الأولى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وكلنا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ثم قال وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا ثم قال ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا فعند ذلك يجتهد الانسان في التفكر فيها ان التمويل في السماوات والارض هو في السماوات والارض اشار الى انه ينبغي عليكم ان تتكبروا فتتكبروا فيما هو في السماوات والارض والاستدلال باحوالها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه وتعالى ولما كان الغرض الكلي من هذا الكتاب الكريم ترك العقول والافهام عن الاستغاثه بغير الله الى الاستغراق في معرفه الله
فهو كان هذا التكليف مما يفيد تكون هذا المكلوف ويؤكده ما جرم كان في غاية الحكم والكمال وكفى بالله وكيلا أي ربما حافظا توكل بالقيام بجميع ما طلب. إن يشأ يذهبكم أيها الناس يثنكم ويبدأ فيكم بالمرة ويأتي بآخرين يعني يوجد جبهة مكانكم قوما آخرين من البشر أو خلقا آخرين مكان الأم. يعني معنى الآية إيه؟ أن إبقاءكم على ما أنتم عليه من العصيان يعني ربنا تعالى يبقينا أحياء على ما نحن عليه من العصيان. وطبعا إذا نغنى من إنسانية الله فتدرى الكفر والإلحاد ومحاربة الله والصد عن سبيله إلى غير ذلك مما يعني يحتف به حساب هذه الأرض. ف يعني إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. فالمقصود أن إبقاءكم رغم ما أنتم فيه من الاعتيان إنما هي لكمال غناه عن ساعتكم. هذا بمعنى كمال استغناره عنكم ولا عدم تعلق مشيئته المبنية على الحكم البالغة بإسمائكم لا لعجل سبحانه وتعالى. يعني ليس يعني إمهار الله إيانا عجز منه سبحانه وتعالى عن أن يآخذنا. فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يلهبكم ويأتي بقوم آخرين وكان الله على ذلك قديرا فوقفنا على ذلك. ليس إمهاله إياكم عن عجز حسب الله وإننا لأنه لم يشأ أن يلهبنا بما في ذلك من الفتن أبدنا وكان الله على ذلك أي على إهلاككم بالمرة وتكليف غيركم قديرا أي تبيغ القدرة كما قال تعالى وإن تولوا يستجد القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وقال تعالى إياك إلهيكم ويأتي بخلق آخرين وما ذلك على الله بعزيز. قال بعد السلف ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. ثم قال عز وجل من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يعني من كان يريد ثواب الدنيا مثلا كالمجاهد يجاهد لطلب ثواب الدنيا الغنيمة مثلا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يستطيع أن جهاد الجهاد نفسه بنفس الفعل الذي يفعله هو الجهاد أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة أن يطلب أن فما له يطلب أخذتهما ويقتصر على طلب الدنيا فليطلب هنا أو يطلب الآخرة من هنا وهو الآخرة. كما قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب. فقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد إلى آخر الآيات. وقال بعضهم عني من آيات مشركو العرب فإنهم كانوا يؤمنون بالله تعالى ثالثهم ولا يصدون بالبعث يوم القيامة وكانوا يتقربون إلى الله تعالى ليعطيهم من خير الدنيا ويصرف عنهم شرها. من كان يريد ثواب الدنيا هذا كما فعل هؤلاء الكلمة كما كان يفعل هؤلاء المشركون فعند الله ثواب الدنيا والآخرة هناك بعث ونشور وجنة ونار فعليهم أن يعني أيضا يعني يرجو جلب الخير في الآخرة ودفع الشر فيها الشر فيها أيضا. وكان الله سميعا بصيرا فلا يخفى عليه خافية ويجازي ملا بحسب فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة النساء إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.
بيد غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، وان تدعوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين، اي قائمين بالقسط اي العدل، شهداء لله، يعني شهداء بالحق لله، ولو على انفسكم، يعني ولو كان في بهما، اي بالمشهود له والمشهود عليه منكم، واعلموا بمصالحهما. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى في شهادتكم، لان تحابوا الغني لغضب او الفقير رحمه له. ان تعدلوا لان لا تعدلوا، ان تعدلوا تفسيرها لان لا تعدلوا، اي تميلوا عن الحق ان اتبعتم الهوى. وان تلووا يعني ان تحركوا الشهاده، وفي قراءة بحذف الواو الأولى تخفيفا، أو تعرضوا أي عن أدائها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني سيجازيكم به. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي مقتضى إيمانكم المبالغة والاجتهاد في القيام بالعدل والاستقامة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونكم مؤمنين يقتضي ليس فقط ان تكونوا بالقسط، لكن ان تكونوا قوامين بالقسط. فوصفهم بهذه الصفه او الصيغه التي هي صيغه المبالغه، دلاله على شده التحري في اقامه العدل والقسط، لان هذا هو مقتضى الايمان، اي المبالغه والاجتهاد في القيام بالعدل والاستقامه، اذ به انتظام امر الدارين الموجب لثوابهما. ومن اشده القيام بالشهاده على وجهها، من أشد وأقوى مظاهر القيام بالقسط ومن بلغ في ذلك أداء الشهادة وإقامتها على وجهها الذي يرضي الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني فكونوا شهداء لله، أي مقيمين للشهادة بالحق مؤدين لها لوجهه تعالى، ولو على أنفسكم، يعني ولو كانت الشهادة على أنفسكم، يعني تشهدوا عليها بأن تقروا بالحق عليها ولا تكتموه، وهذا أبلغ ما يكون في القسط، أن الإنسان يسأل حتى ولو على نفسه، يعني ينصف الآخرين من نفسه، ولو على أنفسكم أو الوالدين، يعني أو على الوالدين في الأصول والأقربين أي الأولاد والإخوة وغيرهم، فلا تراعيهم فيها، لا تجامل أحدا في الشهادة بالحق، بل اجهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، حتى لو كانت الشهادة بالحق على والدك أو على نفسك أو على أقربائك تعود بالضرر عليهم، فمع ذلك يجب عليك أيضا أن تشهد بالحق، لأن ماذا؟ أن الحق حاكم على كل أحد. إن يكن غنيا، إن يكن هذا الذي تشهدون عليه غنيا، فعادة الناس أنهم إذا يعني شهدوا على الغني فإنهم يبتغون في العادة رضاه لغناه، وأيضا ربما يكون له عنده مصلحة فيشهد مجاملة له، يتقي بذلك سقطة، إما رغبا بغناه ودوله، وإما رغبا من سقطه كي لا يخفى عنه ما يؤديه إليه. فلذلك قال تعالى: إن يكن غنيا، يعني إن يكن من تشهدون عليه غنيا يبتغى بالعادة رضاه ويتقى سقطه، أو فقيرا. أيضا بعض الناس قد ينحرف في الشهادة بسبب خطر المشهود عليه، لماذا؟ لأنه يريد بذلك أن يترحم عليه، يريد أن يحسن إليه، وترحم عليه يجامله في الشهادة، فهذا أيضا من مظاهر الانحراف، إن يكن غنيا أو فقيرا يترحم عليه غريبا، أو يخاف من الشهادة عليه أن يلجئ الأمر إلى أن يعطى ما يكفيه. فالله أولى بهما، الله أولى بهما، يعني الله سبحانه وتعالى أولى بهما من المشهود عليه، يعني إن كنت أنت تفعل تجامل الشهادة أو لا تؤدي الشهادة مراعاة في الغني لغناه وفي الفقير لفقره، فلست أنت أولى من الله بهذا الغني أو هذا الفقير، بل الله أولى بهما وهو أعلم بما فيه صلاحهما، فإن الله سبحانه وتعالى لا يسرع لعباده إلا ما فيه صلاحهم، فأوجب عليك أن تؤدي الشهادة ولو كانت في الظاهر أو فيما يسرى فتعود بالضرر على الغني أو على الفقير فتحابي فيها رغبا أو رهبا، فالله أولى بهما، الله أولى بهما، والله أدرى بما فيه خيرهما، فإن خيرهما بلا شك في ماذا؟ في إقامة الشهادة
بالحقين. فلولا أن الشهادة عليهما مصلحة لهما لما شرعها. لماذا؟ لأنه أنظر لعباده من كل ناظر. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني إرادة العدول عن أمر الله. طبعا إذا قلنا أن المقصود العدل أن تعدلوا هنا يعني بمعنى العدول الانحراف عن أمر الله، فلا تتبعوا الهوى ابتغاء أن تميلوا وتعدلوا، تكون عدل عن الأمر الفلاني يعني انصرف عنه. واضح؟ فهنا بمعنى إرادة العدول عن أمر الله الذي هو مصلح لأموركم وأمور المشهود عليهم عليهم لو نظرتم ونظروا إليه. في التفسير الذي ذكره السيوطي رحمه الله تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فسرها بإيه؟ فلا تتبعوا الهوى لئلا تعدلوا، لئلا تعدلوا بمعنى أن تميلوا عن الحق، أن تميلوا عن الحق. قال ابن كثير: أي لا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في شؤونكم، بل ابتغوا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا قول عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وهذا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرقها عليهم، ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، قد خرجت 20,000 وتق من تمر، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، قد أخذنا فتخرجوا عنا. ذكر القاسمي هنا لفظا آخر نفس هذا الحديث يقول: ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بخرص على أهل خيبر، أو يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يرسوا ليرفق بهم، أرادوا أن يرسوا عبد الله بن رواحة كي يرفق بهم في الخرص في تقديم هذه الثمار. فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي صلى الله عليه وسلم، ولأنكم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، ولا يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل بكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. هذا أثر من أثر يعني رحمة الله سبحانه وتعالى العالمين جميعا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا هو العدل الذي علمه الإسلام للمسلمين، يعني يعني ونماذجه يعني كثيرة جدا لا تكاد تفقد إذا حاولنا استقصاء هذا العدل، وكيف طبق المسلمون الأوائل منهم والأواخر يعني هذا المعنى، وهو إقامة العدل وإقامة الشهادة بالقسط ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين. ثم قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا، وإن تلووا يعني إن تحرفوا ألسنتكم عن الشهادة على وجهها، أو تعرضوا يعني تعرضوا عنها بكتمانها، إما أن يشهد لك الشهادة محرفة مدورة أو يعرض عن الشهادة بكتمها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا يعني سيجازيكم على ذلك. فهنا تهديد أن من يفعل ذلك يشهد يعني يحرف الشهادة عن وجهها أو يكتم الشهادة التي يعرفها، فإن الله سيجازيه على ذلك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فشك أننا إذا حاولنا نفتش عن هذه المعاني الآن في واقع أغلب المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما تكاد تجد يعني أثرا لهذا العبد إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل من يقيمون هذه الشهادة على وجهها. نجد الأثار الأصل من الناس أن من يعني دفع الرشوة يكون الأمر في حقه وفي صالحه، وصل الأمر إلى التعسف والظلم، ويعني كما نسمع في كثير من المراقب من قدر على ظلم فإنه لا يحدث عنه شيء إلا خوف المخلوق مثله أو ابتغاء مقصد دنيوي.
ويعني هذا من أشد مظاهر غربة الإسلام في هذا الزمان. الآن توجد ناس عند المحاكم أمام المحاكم تؤدى كيف يؤدي الشهادة أي شهادة بأي شيء، والرجل يتكلم معك المحاكم يقول لك تدور عليا وهو ما انتهي لشيء. سبحان الله ما انتهي لشيء، يعني حتى إن أحد الناس العاملين في السلك القضائي نفسه كما بلغني يعني من قريب أنه كان خصومة معنا بين واحد وآخر، فهو يقول له والمفترض المقاضي يقول له الشهود عليا، يعني لا تحمل هم الشهود، فمعنى ذلك شهود جاهزين، شهود لا تهي بشيئا، لكن لاجل المعلوم مستعدين ان يبيعوا دينهم. وطبعا لا شك ان انتصار هذه الظاهره يضيع حق المظلومين ويعني المهضومين. ولهذه الايه ثمرات وهي عباره عن احكام، منها وجوب العدل على القضاة والولاة وألا يعدل عن القسط لأمر تميل إليه النفوس وسفوات القلوب من غنى أو فقر أو قرابة. يعني ينبغي أن يتنزه القاضي أو الحاكم بين الناس عن أن يعني ينحرف عن القسط وعن العدل بأي عنصر من عواصف الرغبة أو الرهبة أو ميل النفوس وسفوات القلوب سواء كان غنى أو فقر أو قرابة، يكن غنيا أو فقيرا الله أولى بهما. والآية التي قبلها شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، بل يستوي عنده الدنيء والشريك والقريب والبعيد. ويروى أن عمر أقام حدا على ولد له فذاكره في حق القرابة، نشده بحق القرابة، فقال إذا كان يوم القيامة شهدت عند الله أن أباك كان يقيم عليك الحدود. وأن الحديث الأولى الذي كان أولى أن يذكره وهو قول الرسول عليه السلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع أو لقطعت يدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحكم الثاني أنه يجب الإقرار على من عليه الحق ولا يكتمه، لقوله تعالى ولو على أنفسكم، يعني كان الحق عليك وسئلت عنه تقر به، تقر وتقول نعم أنا أخذت كذا، أنا لم أخذ كذا، لكن تقر بالحق ولو على أنفسكم، فلا تسحب الحق حتى لو كان يعود عليك بالضرر، لأن هذا هو معنى قوله ولو على أنفسكم. أي نعم. وطبعا كيف تكون الشهادة على الأنفس؟ هذا الأنفس بإيه؟ تسمى في الفقه بإيه؟ الإقرار. الإقرار. ولا شك أن الإنسان إذا كان مستمرا في ظلم غيره فسئل عن ذلك أمام القاضي وأقر، لا شك أن هذا يعني أقرب الطرق الموصلة إلى تحصيل أصحاب الحقوق حقوقهم. لأنه إذا أطاع أمر الله سبحانه وتعالى وأقر بأن فعلا هذه الأرض ليست ملكه، أو أنه زور العقد، أو أنه فعل كذا أو كذا مما يتعلق بحقوق الآخرين، هذا أكثر الطرق التي توصل الحقوق إلى أصحابها. لأن حتى في القولية يقولون الاعتراف سيد الأدلة، واضح الاعتراف سيد الأدلة، يعني الاعتراف هنا بمعنى يعني شهداء لله ولو على أنفسكم. كيف تكون الشهادة على الأنفس؟ هي ما يسمى بالإقرار، أن يقر بالحق لصاحبه، واضح؟ وقيل المعنى لو كانت الشهادة وبالا ومضرة على أنفسكم وآبائكم بأن تكون الشهادة على سلطان ظالم. ولو على أنفسكم يعني بمعنى معنى آخر، يعني أقيموا الشهادة بالصدق حتى لو كانت الشهادة تعود عليكم أو على أنفسكم بضرر كالشهادة على سلطان غاصب ظالم. ويتعلق أيضا الحكم الثالث بقوله تعالى شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. شهداء لله يعني معناها تشهدون لوجه الله كما أمركم الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دلالة على أن أخذ الأجرة على تأدية الشهادة لا يجوز، لأنه لم يقمها لله، هذا هو الأصل. تعلم من الاستثناءات الآن، لكن الأصل أن الشهادة لا تكون لله إلا إذا كانت بلا مقابل، فكيف إذا كان المقابل رشوة محرمة والعياذ بالله. يعني شهداء لله يعني شهداء لوجه الله كما أمركم الله سبحانه وتعالى، يعني معنى ذلك كما ذكر العلماء أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة، لأنه في هذه الحالة يكون أقامها من أجل المال وليس من أجل الإيه؟ من أجل الله سبحانه وتعالى. وقد استثنى أهل الفقه صورا جوزوا أخذ الأجرة على تأدية الشهادة، منها إذا طلب إلى موضع، لأن الخروج غير واجب عليه، يعني إذا طلب أن يؤخذ إلى موضع آخر
مسافر مثلا في مدينة أخرى أو هذا يكون فيه مسافر عليه، ففي هذه الحالة جواز له أن يأخذ أجرا لأنه لا يجب عليه أن ينتقل، هو الذي يجب عليه أن يؤدي الشهادة. أما الانتقال فأجاز أخذ الأجرة عليه. ومنها إذا كان غيره يشهد ويحصل به الخط ففي هذه الحالة لا يتغلب عليه الشهادة، لا تصبح أجرة عائلية عليه ولا تصبح غير لازمة، يعني غير واجبة، فله أن يكره أن يشهد، لأن لم يجد غيره فيشهد و يعني يقوم الحق به ويحصل به الحق. ففي هذه الحالة أيضا يجوز له أن يأخذ الأجرة لأنها لم تصر واجبا عليه أو لازمة له. ثم يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا 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 المقصود داوموا على الإيمان، يعني ليس هذا تحصيل حاصل ولكن هذا أمر بأمر زائد على مجرد الإيمان الموجود، لأن العبرة بالفواتير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالفواتير. فالمقصود هنا من قوله يا أيها الذين آمنوا 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 اثبتوا على الإيمان، اثبتوا على الإيمان وداوموا عليه، فهذا إشارة إلى شرط أساسي في الانتفاع بالأعمال الصالحة وهو الثبات عليها إلى الممات، الثبات عليها إلى الممات، لأنه إذا حاد عن الطريق قبل الممات ما ينفعه شيء من ذلك، لكن هذا أمر بالثبات على الإيمان كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا معنى قوله آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي اثبتوا على الإيمان، داوموا على الإيمان، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبله على رسل. الكتاب هنا بمعنى الكتب، وفي قراءة بالبناء للفاعل في الفعلين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي إما نزل على رسوله أو نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أو الذي أنزل من قبله. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يزيد السلوك في الشرح يقول: والقدر خيره وشره، فيكفر بها جميعا أو بشيء منها فقد ضل ضلالا بعيدا أي عن الحق. ثم قال عز وجل: إن الذين آمنوا أي بموسى وهم اليهود، ثم كفروا أي بعيسى، ثم ازدادوا كفرا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن الله ليغفر لهم يعني ما أصابوا عليه ولا ليهديهم سبيلا أي طريقا إلى الحق. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي اثبتوا على إيمانكم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم يعني القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل على الرسل بمعنى الكتب، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا أي خرج عن الهدى وبعد عن القصد كل البعد. أما الكفر بالله فظاهر، وأما بالملائكة فلأنهم مقربون إليه، وأما بالكتب فلأنها الهادية إليه، وأما بالرسل فلأنهم الداعون إليه، وأما باليوم الآخر فلأن فيه نفع إقامته وضرر تركه. فإذا أنكر لزم إنكار النفع الحقيقي والضرر الحقيقي فهو الضلال البعيد، فإذا أنكر لزم إنكار يعني إذا أنكر يوم القيامة وكذب به. ولما أمر تعالى بالإيمان ورغب فيه بين فساد طريقة من يكفر بعد الإيمان، فقال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. من آية وجوه: الأول أن المراد الذين تكرر منهم الارتداد وعهد منهم ازدياد الكفر والإصرار عليه، يستبعد منهم أن يحدثوا ما يستحقون عليه المغفرة ويستوجبون الكفر من إيمان صحيح ثابت يرضاه الله، لأن قلوب أولئك الذين هذا ديدنهم قلوب قد ضربت بالكفر ومرنت على الردة، وكان الإيمان أهون شيء عندهم وأدونه حيث يبدو لهم فيه كرة بعد أخرى. فإذا المقصود من الآية على هذا الوجه هم الذين تكرر منهم الارتداد، كان لعب موضوع الارتداد للدين كان لعب في زعمهم، يعني إن الذين آمنوا ثم كفروا
ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. إذن المقصود بهم على الوجه الأول الذين تكرر منهم الارتداد، فلأن الدين لا خطر له في قلوبهم ولا طعمية له في قلوبهم فيتخذونها كلمة العبد فلا يثبتون على إيمان صحيح. فمثل هؤلاء يعني غالبا لا يعني يوفقون لحسن الخاتمة، بل ديدنهم التقلب والتدين والبروح عن الدين الذي هو أهون شيء عندهم وأدونه في نظرهم. ليس المعنى أنهم لو أخلصوا الإيمان بعد تكرار الردة ونضحت توبتهم لن يقبل منهم ولا ينفر لهم، لأن ذلك مقبول واضح، ولكنه استبعاد له واستغراب أنه أمر لا يكاد يكون. يعني غالبا من عادته التلون والتردد يرتد ثم يكون مؤمنا ثم يرتد ثم يعود للإسلام ثم يرتد، فالذي يتلون هذا التلون في الغالب لا ينتهي أمره بالتوفيق إلى التوبة. لكن إذا نطحت توبته بعد التكرر تقبل توبته إذا استوفت سلوك، لكن الغالب أن شأن هؤلاء الذين يتلونون ويترددون والعياذ بالله أنهم لا يوفقون إلى يعني إلى التوبة وإلى حسن الخاتمة. كذلك نرى حال الفاسق، الفاسق الذي يعني يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع، فهذا لا يكاد يرجى منه ثبات حتى في المعاصي، لا يكاد يثبت على التوبة بل يتردد هكذا، والغالب أنه يموت على الفسق. فكذا هنا أيضا الذي يرتد ويتكرر منه الردة والتلون. القول الثاني أو الرجل الثاني في الآية أن المراد بهم هم اليهود لعنهم الله، آمنوا بالتوراة وبموسى إن الذين آمنوا ثم كفروا يعني حين عبدوا العيد ثم آمنوا بعد عوده إليهم، يعني بعد ما رجع موسى إليهم آمنوا من جديد، ثم كفروا بمن عيسى وفي الإنجيل، ثم ازدادوا كفرا حينما كفروا أيضا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أورد على هذا الرجل أن الذين ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليسوا مؤمنين بموسى، يعني هؤلاء الذين يعني بعض الناس قالوا إذا كان هذا التفسير يعني يرد عليه إشكال، وهو أن الزمن الذي بين موسى وبين محمد عليه السلام يعني لا يمكن أن يكون نفس القوم الذين انتصر هذا الصفات هم الذين ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني الذين ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليسوا مؤمنين بموسى، ثم كافرين بالعلم، ثم مؤمنين بالعود لما رجع موسى عليه السلام، ثم كافرين بعيسى، بل هم إما مؤمنون بموسى وغيره أو كفار لكفرهم بعيسى والإنجيل. والجواب أن هذا إنما يرد لو أريد قوم بأعينهم، لو أننا كنا في التفسير إن المقصود هؤلاء أناس بأعينهم بأسمائهم فلان وفلان وفلان فعلوا كذا وكذا، فهذا يرد هنا هذا الإشكال، لأن هؤلاء لا يبقون من حياة موسى عليه السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حيكونوا فلان وفلان بأسمائهم، وإنما يقول أن هذا إنما يرد لو أريد قوم بأعيانهم فالموجودين وقت البعثة. واضح؟ فالموجودين وقت البعثة هم الذين اجتمع فيهم هذه الأفعال كلها كلها ده. أما لو أريد جنس ونوع باعتبار عدل ما صدر من بعضهم كأنه صدر من كلهم فلا إرادة، ففي هذا الحال لا يرد هذا الإشكال. مقصود جنس معين، جنس اليهود لعنه الله، جنس اليهود ابتداء من بعثة موسى عليه السلام أو اليهود الذين كانوا بعد يعني بعد حينما بعث عيسى أو الذين كانوا موجودين حينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فالمراد جنس اليهود وليس المراد أكوان بأعيانهم، جنس اليهود. خاصة أن اليهود قد رحمهم الله يعني صفاتهم واللغم الذي في طبائعهم والغدر وانقطاع الأخلاق والرذائل فيهم يعني هذا لا يكاد يتغير بفترة ثقة في التفسير اليهودية عبر الأجيال وعبر التاريخ. ولذلك نلاحظ دائما القرآن الكريم خاطبهم خاصة في أوائل القرآن في سورة البقرة، خاطبهم بجرائم آبائهم وأجدادهم كأنهم هم الذين فعلوها. لماذا؟ لأنهم راضون عنها، لأنهم راضون عنها فما زالوا إلى اليوم، يعني موقفهم العدائي من الأنبياء عليهم السلام وشتم الأنبياء وسب الأنبياء واضح يعني مما يشتهرون به. فالأخلاق واحدة والصفات واحدة وهم راضون عن أفعال آبائهم وأسلافهم، فلذلك خاطبهم القرآن اليهود الذين كانوا حاضرين وقت بعثة النبي
صلى الله عليه وسلم خاطبهم كأنهم هم المسؤولين عن كذا وكذا من الجرائم الذي وإن قلتم يا موسى لم نصبر على طعام واحد. اليهود الذين كانوا موجودين سبب الزمن البعث هم الذين قالوا لا المقصود جنس اليهود لأن هؤلاء الأخلاق كانوا موافقين لأفعال وراضين عن أفعال أثنتهم بئس السلف والخلف. فالمقصود حينئذ استبعاد إيمانهم لما استقر منه ومن أثنتهم. القول الثالث قال آخرون بل المراد المنافقون إلا الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا إلا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. قال آخرون المراد المنافقون. فالإيمان الأول إظهارهم الإسلام إن الذين آمنوا يعني في الظاهر أظهروا الإسلام ثم كفروا يعني كفروا بعد ذلك وهو بالنفاق يعني كفرهم الثاني هو يعني الإيمان الأول هو إظهار الإيمان إظهار الإيمان فقط. الكفر الثاني هو أو أصل الكفر الذي بعد الإيمان الأول هو نفاقهم وكون باطلهم على خلاف ظاهرهم. ثم آمنوا الإيمان الثاني هو أنهم كلما لقوا جمعا من المسلمين قالوا إنا مؤمنون. ثم كفروا الكفر الثاني هو أنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ثم ازدادوا كفرا ازديادهم في الكفر هو جدهم واجتهادهم في استخراج أنواع المكر والكيد في حق المسلمين. وإظهار الإيمان قد يسمى إيمانا قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن يعني حتى يظهرن الإيمان. قال القسام رحمه الله تعالى وليس المراد بيان هذا العدد بل المراد ترددهم. ليس المراد ان احنا نعد الكفر الاول وكذا الايمان الاول وكذا الكفر الثاني وكذا الايمان الثاني وكذا لا لكن المقصود من هذا التنويع بيان ترددهم كما وصف الله تعالى فقال مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. والذي يدل عليه على هذا الوجه قوله تبارك وتعالى بعد هذه الايه مباشره بس للمنافقين الذين قالوا ان المقصود بالايه التي فيها ان الذين امنوا ثم كفروا الى اخره المنافقون قالوا الايه المقبله مباشره بعدها هي قوله تبارك وتعالى بدل للمنافقين بان لهم عذابا اليما. القول الرابع او الرجل الرابع قال قوم المراد طائفه من اهل الكتاب كفروا تشكيك المسلمين فكانوا يبهمون الايمان تاره والكفر اخرى على ما اخبر الله عنهم انهم قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعوا الحرب نفسية أو الحرب الباردة أظهروا بكفر الإسلام في الصباح ثم ارتدوا في المساء حتى تشككوه في دينهم. ثم ازدادوا كفرا معناه أنهم بلغوا في ذلك إلى حد الاستهزاء والسخرية بالإسلام. نقل هذه الوجوه الزمخشري والرازي وغيرهما وكلها مما يشمله لفظ الآية. وهذه الآية فيها دليل على أن الكفر يقتل الزيادة والنقصان. ثم ازدادوا كفرا وقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر ومعنى ذلك أنه كلما أتى بشيء جديد من شعب الكفر وأفعال الكفر يزداد كفرا كما يعني تولد أن يكون الإيمان نقصا كذلك لأن الإيمان ضد الكفر وهو يتنافيان فإذا قبل أحدهما التفاوت قبل الآخر إذا قبل أحدهما التفاوت قبل الآخر أيضا هذا التفاوت. ثم قال تبارك وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر أي أخبر يا محمد صلى الله عليه وسلم المنافقين بأن لهم عذابا أليما أي مؤلما وهو عذاب ناري يقول القاضي كنعان في الحاشية بشر المنافقين الآية النفاق كتمان نفاق عملي ونفاق اعتقادي. أما نفاق العملي فهو يكون في الأعمال نفاق العملي في الأعمال فكما جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤمن قال وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فزر وهذا متفق عليه. ونفاق العمل معصية لا تخرج فاعلها من الإيمان. أما نفاق الاعتقادي فهو إظهار الإسلام كإعلان الشهادتين والصلاة أمام الناس مع إخفاء الكفر في القلب. وعلى هذا النوع يطلق اسم النفاق بلا قيد يعني إذا أطلق النفاق بلا قيد ينصرف إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله.
فإذا قيل فلان منافق أو من المنافقين فذلك يعني نفاق الاعتقاد. فعبد الله ابن أبي الثلولي وجمع به. والآيات التي تتحدث عن المنافقين نزلت فيهم وفي أمثالهم. والنفاق الاعتقادي من أجمع أنواع الكفر وأكثرها. ولذلك لم يكونوا في النار تحدث بل في الدرج الأسفل من النار كما قال تعالى إن المنافقين في الدرج الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. والآيات التي نحن نتقابلها من سورة النساء تكشف فرحا من مسائلهم وستأتي في سورة التوبة آيات أخرى فيهم في الدرج الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. والآيات التي نحن نتقابلها من سورة النساء تكشف فرحا من مسائلهم وستأتي في سورة التوبة آيات أخرى فيهم